إلينا مراسل شبكة شام الإخبارية أبو علي الجولاني. السلام عليكم أخي أبو علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أبو علي، حدثنا عن أهم التطورات والأوضاع الميدانية التي تشهدها مدينة القنيطرة، وماذا عن أحوال الصامدين والنازحين في ظل هذا القصف الهمجي أيضا الذي تتعرض له مدينة القنيطرة وريفها؟ نعم أخوي أبو حسين، لا تزال أجواء القنيطرة تتعرض للقصف اليومي المتقطع بالمدفعية وقذائف الهاون والشاشات الثقيلة والطيران الحربي. يتزامن ذلك مع وصول أنباء عن تحشدات لكلاب وميليشيات الأسد من أكثر من محور، لكي يقوموا في الأيام القادمة بشن حملة عسكرية ضخمة من أكثر من محور، وهم على الشكل التالي: محور الهجة ومحور القحطانية ومحور نوى. وبذلك يرجى من كافة الألوية المتواجدة ما بين حوران والجولان أخذ الحيطة والحذر ورفع الجاهزية التامة لصد المعتدين. بعد سقوط أكثر من تلول من أكثر من ثلاث تلول، منها تل الجابية والتل الأحمر الغربي والشرقي بيد المجاهدين، والتي كان يعتبرها النظام الثقل الحقيقي والاستراتيجي للترسانة العسكرية الخاضعة له، كان يعتبر تلك التلول أقوى وأكبر معاقل ومعاقله في محافظة القنيطرة. بعد سقوط تلك التلول بقدرة الواحد أحد جن جنون النظام، حيث صعد من حملتها العسكرية بالانتقام من المناطق المحررة في القنيطرة، استخدم من خلالها الطيران المروحي، حيث قام الطيران المروحي اليوم برمي البراميل على بلدة الهجة في الريف الجنوبي من المحافظة. يتزامن ذلك مع اشتباكات شبه يومية على أطراف البلدة، محاولات فاشلة وبائسة يقوم بها ميليشيات الأسد من خلالها محاولة اقتحام القرية، لكن أبطال المجاهدين لهم بالمرصاد ولله الحمد. بالنسبة للقطاع الأوسط من المحافظة، مدافع سرية إزبيدة وخميسة تتوجه بشكل يومي على قريتي بريقة وبير عجم في الأيام الماضية، حيث تعرضتا البلدتين لقصف شبه يومي وقنص للطرقات العامة والرئيسية بمدافع 14.5 ومدافع 23، حيث يمنع أي أحد من المارة من المدنيين من التجول على الطرقات الرئيسية بسبب تواجد تلك المدافع. أيضا قرية كودنا والمعلقة تعرضت لقصف عنيف من المدافع المتواجدة على أعلى تل الحارة، مخلفة وراءها دمارا هائلا بممتلكات المدنيين، ولا أنباء عن وجود إصابات بين صفوف المدنيين ولله الحمد. أخي أبو حسين، بالنسبة للوضع الإنساني في عموم محافظة القنيطرة، شهدت أغلب قرى الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة حركة نزوح كبيرة جدا في الأيام الأخيرة، إليها قادمة من قرى ومدن ريف درعا الغربي، وخاصة جاسم وأنخل ونوى. يتركز ثقل تجمع السكان في قرية الرفيد ومزارعها وصيدة ومزارعها والمعلقة وأغلب مناطق الريف الجنوبي. حتى المدارس والمباني الحكومية والمزارع امتلأت بالأخوة النازحين، ويوجد عشرات العائلات تنام في العراء من دون أي سكن أو مأوى، مع النقص الشديد لمياه الشرب وتزويد مياه الشرب للمواطنين عن طريق الصهاريج التي لا تفي بالغرض، وغلاء أسعار المازوت ونقص في مادة الطحين والخبز بسبب تزايد أعداد السكان بشكل غير طبيعي، غياب تام للمنظمات الإغاثية والإنسانية، غياب تام أيضا لمجلس المحافظة التابع لمحافظة القنيطرة دون أن يحاول أو يرى أو يسمع حال أهل المهجرين والنازحين والمنكوبين. وضع جدا مزري يجري على أرض المحافظة، انتشار الأوبئة والأمراض وانقطاع تام للتيار الكهربائي. وأننا هنا كوننا إعلاميين المحافظة وبدورنا نعيد ونكرر أننا نطالب كافة الجهات المختصة والمسؤولة والمهتمة بحال أهل المدنيين أن توجه الدعم باتجاه أهل المدنيين المنكوبين وأن تغيثهم وتمدهم عبر المجالس المحلية المتواجدة في المناطق المحررة. أخي أبو حسين، أخيرا لو تطرقنا قليلا إلى جنوب دمشق المحاصر، وخصوا بالذكر مدينة الحجر الأسود التي لا يخفى على أحد الحصار الخانق التي تعرض له المنطقة الجنوبية بدمشق وريفها، وخاصة تجمعات أبناء الجولان من قبل نظام الأسد. وقد تعرضت هذه المنطقة لسياسة الجوع أو الركوع، واستشهاد أكثر من 164 حالة من الجوع في مدينة الحجر الأسود ومخيم اليرموك، وجلهم من أبناء الجولان. وقد قامت تسويات وهدن في جنوب دمشق بين النظام ومناطق يلدة وبيت بيلة وبيت سحم، واليوم منطقة القدم وعسالي والجورة، إلا هذه المنطقة لم تهادن هي والتضامن ومخيم اليرموك، والتي تضم في غالبيتها قسما كبيرا من أبناء الجولان. هذه المدينة الحجر الأسود التي يعتبرها النظام من أشد المناطق خطرا عليه وخصومة معها، وكل ذلك وسط غياب كامل لهيئات المعارضة من ائتلاف وحكومة مؤقتة وهيئة أركان. وهنا علينا أن نوجه الأسئلة التالية: هل تريد الحكومة المؤقتة أن تسقط المنطقة الجنوبية بيد النظام؟ وإذا كان الجواب لا،
ماذا قدمت هذه الحكومة لهؤلاء المحاصرين والمقاتلين من وسائل الصمود بالنسبة للصعيد الإغاثي والإعلامي والعسكري وكافة وسائل الدعم؟ أكثر من سنة ونصف تعيش مدينة الحجر الأسود ومناطق جنوب دمشق والتي يقطنها الغالبية من أبناء الجولان المباع، الحصار الخانق، دون أن نرى حكومة أو ائتلاف أو غيرهم يدعم هذه المناطق. أكثر من 500,000 دولار تم استلامهم على اسم محافظة القنيطرة وتجمعات أبناء الجولان. أين هذه الأموال تختفي وتذهب دون أن نسمع بشيء من هذه المبالغ؟ مبالغ نعم. طائلة وأعداد خيالية دون أن نرى أو نلتمس شيئاً على أرض الواقع. نعم أخي أبو حسين، هذه آخر التطورات في محافظة القنيطرة وريفها وتجمعات أبناء شكراً الجولان. شكراً جزيلاً لك أخي أبو علي الجولاني مراسل شبكة شام الإخبارية متحدثاً من مدينة القنيطرة وريفها لأهم التطورات في مدينة